عمال اعرف والله بقال الله بشكر ربنا. محدش يحط لوجو، محدش يحط مصر يوم يا جماعه لوجو. ما تسيب اي حد بقى يحط. انت مالك يا اخي؟ مين اللي ماسك التابلت اللي داخل بالتليفون كده؟ بشكر ربنا. هينفع كده يا جماعه؟ ان خاتمه المرحومه دعاء. مين اللي بيسوق ده؟ يعني الزمق كانت خاتمه تلاقيها بس انت حط التليفون ليه قدامي يعني يا جماعه. طب بقول الحمد لله. خلينا نصور، خلينا نصور. احنا عملنا عزاء في البلد امبارح. قول له وسع راسه فيلي ولا مش فيلي. كان الفيلي ده بتاع الاميره لغايه بر الوسيله بكريم. الراجل ده برازيل خدها ده ذهبيه من كده. مدرب محترم ومعاه كوكبه من اللاعبين المحترمين. والاخ عادل ده انا في الانديه المصريه فندم اللي عنده المصريين بتنبأ له ربنا يكرمه. خلاص واحنا موجودين من زمان اللي بس اعتقد زيزو محمد شحاته ومصطفى عبد المجيد. دول اصلا المنتخب الاولمبي. احمد زيزو موجودين. زيزو الكبير مش كده؟ هو الوحيد زيزو ربنا يوفقهم. عندهم ماتش مع اورجواي. زيزو ده اللي جابه استاذ امير. اللي جاب زيزو ده احنا جايبين كل اللعيبه بما فيهم شيكابالا. انا اللي مرجعهم مرجوية. انا اعتزل الاسماعيليه. تمام مرجوية. فريق جامد على فكره. طبعا طبعا. لا الفريق ده جامد الكبير والصغير. فان شاء الله ربنا يوفقهم يا رب. وزي ما ياسر ادريس بيقول يا جماعه اللي بيسموه الفيسبوك مش عارف ايه، يعني يخف شويه على الاولاد، يخف شويه على الاولاد. البنت دي 50 سم زياده، البنت دي حامل، اللي مش عارف مين اي كلام بقى. يا جماعه انت رايح تلعب اللجنه الاولمبيه. انت رايح تلعب اولمبي، يعني ايه؟ يعني ده ارقى معترك رياضي في العالم.